تعليق على بعض الأحداث العالمية بالعلامات حتى 20 يونيو 2017. مرة تانية الخدمة اللي بتكلم عليها دي كل أسبوع. أنا عارف إن البعض بيقول أخبار تكئب، البعض بيقول إنه ليه الكلام ده ما فيش خبر عدل، البعض بيقول خلي بالك الكلام ده كان لو كنت أنت بتتنبأ عن حاجات ولا بتاع. لا الهدف إن أنا أحدد مواعيد، لا الهدف ان انا اخوف حد من خبر او غيره او اي حاجة من هذه الاشياء، لا الهدف ان انا اقول ده تفسير للنبوة الفلانية ولا النبوة العلانية ولا غيره ولا غيره ولا غيره، ليس ده الهدف على الاطلاق. هدفي واحد فقط، العالم مركز جدا انه يشغلنا عن حياتنا الروحية، اليقظة الروحية، يخلينا مشغولين ملهيين بالتعبير الدارج اللي بيتقال. هدفي الوحيد أن أقول لحضراتكم خلي بالكم، ربنا قال لنا على حاجات هتبدأ لما تحصل، ليه قال لنا عليها؟ علشان ناخد بالنا وننتبه لحياتنا الروحية، سواء ربنا هيجي بكرة أو القرن الجاي معرفش، سواء أي إنسان هيسلم وضعته في أي وقت، ربنا يدي طول العمر للجميع بس يكون برضو مستعد لحياة الأبدية، أو لو الظلام اللي بيزيد ولو إحنا ما كانش عندنا نور كافي في أنياتنا لما كناش فعلا نور العالم بحق، للأسف الظلام هو اللي هيبقى السائد. هدفي حياة الاستعداد، هدفي حياة اليقظة الروحية، هو ده الهدف الوحيد لهذه الخدمة. لا هدفي كمان أقول شوية أخبار عشان أنا نشرة أخبار، لا على الإطلاق مش ده الهدف على الإطلاق. ربنا قال لنا علامات كتيرة، القصد يقول لنا هذه العلامات، قال لنا هتحصل حروب وأخبار حروب وهنسمع بتهديدات حروب، هتحصل زلازل عظيمة، الزلازل تزيد في العدد وفي القوة في الزمان الأخير، هتحصل مجاعات في أماكن، هتحصل أوبئة في أماكن، هتكون مخاوف وعلامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس، في القمر، في النجوم، على الأرض كرب، أمم بحيرة البحر، إلى أنواك تبقى مضطربة، الناس تبقى خايفة من بكرة، حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتين في سحابة قوة مجد كثير. البخار والدخان والنار والدخان يزيد. ليه علينا ربنا العلامات دي؟ لعدة أسباب. واحد، علشان الحاجات اللي ما بتبتدي تحصل ولاد العالم هيخافوا، فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش احنا. تسمعون بحروب واخبار حروب او تهديد بحروب انظروا لا ترتاعوا. حاجة تانية، قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن في زمن بيحاول يشككونا جدا جدا في كتاب الكتاب في كتاب ربنا والكتاب المقدس. بمعنى ايه؟ ربنا قال لنا في انجيل يوحنا 14:29 قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنوا. فربنا قال لنا علامات او نبوات هتحصل قدام عينينا في الزمان الاخير، الزمن ربنا عارف انه هيزيد جدا التشكيك في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل يشككون في وجود ربنا نفسه. طيب ازاي تشك وانت قدام عينك من الاف السنين ربنا قال لك حاجات هتحصل في زمن اسمه الزمن الاخير ابتدت تحصل قدام عينيك. حاجة التالتة والمهمة عشان حياة الاستعداد او اليقظة الروحية، زي ما قال انجيل لوقا 21، وده بالنسبة لي هو الهدف الاساسي من اهداف كتير. ومتى ابتدأت؟ وركز على ابتدأت، تكتمل انت ملاش دعوة، في سنة في 70 في 700 I don't care. الكتاب ما قالناش متى اكتملت، قال لنا متى بدأت. ارفعوا رؤوسكم، ليه؟ لأن نجاتكم تقترب. ده الهدف ربنا قاله لنا. ليه قال العلامات دي كلها؟ عشان لما تبتدي دي خلي بالك. ليه ربنا قال ارفعوا رؤوسكم؟ عشان عارف ربنا ان الزمان ده العالم هيكون متفنن يخلي راسك دايما في الأرض من المشغوليات، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، والعيال، والتلفزيون، والمسلسلات رمضان، وي دي كلها. ونفاجأ نلاقي واللي شغال شغلانة وشغلانتين والمشاكل دي كلها. ونفاجأ اليوم عدى بدون ما الواحد يلحق يقف ويتكلم مع ربنا كلمتين، أو حتى يقرأ في كلام ربنا ويتأمل في كلام ربنا الجميل. عشان كده ربنا قال هيدي علامات تفوقكم من العالم اللي هيكون مخلي رؤوسكم مدفونة. هو ده المهم. علامات في السماء زي ما قال الكتاب المقدس هتحصل وبتحصل قدامنا. الأمواج الكونية اللي توصل لكاليفورنيا ازدادت نسبتها 13% عن اللي كان بيحصل في 2015. ادي الستراتوسفير راديشن مقارنة ما بين مايو 2015
ومايو 2017 نسبة الازدياد 13%. علماء الفضاء يدعوا أنهم سيستطيعوا أن يكتشفوا وجود كائنات فضائية في خلال 10 أو 15 سنة قادمة. ده من ميل أونلاين. يعني هم ما اكتشفوش بس بيأكدوا بوجودها وبيأكدوا أن هم هي بس 10-15 سنة هنكون اكتشفناها. حاجة غريبة التأكيد بحاجة عمرهم ما شافوها ويجهلوها وحاجات تانية موجودة قدامهم وينكروها. بقعة شمسية كبيرة على سطح الشمس تتكون. ادي صورتها قدام حضراتكم، ده من spaceweather.com. يوم الثلاث اللي فات وفي استمرار تزايد سقوط الأجسام السمائية على الأرض اللي أنا عليها صفر رؤية، اللي الملحدين قاعدين يتريقوا ويضحكوا هم مش فاهمين بيقول إيه الكتاب المقدس لما اتكلم على نجوم السماء تتساقط، ده في الترجمة، لكن الكلمة في اليوناني بيتكلم على الأجسام السمائية تتساقط، لأن الكلمة في اليوناني يتكلم على أجسام سماوية. فيوم الثلاث اللي فات بس سقوط 23 كرة نارية أو جسم سماوي من الفضاء للأرض. مش ده اللي قاله الكتاب المقدس هيزيد في الأيام الأخبانية أجرام أو أجسام سماوية؟ وده اللي بيحصل. يوم الأربع اللي فات 37 جسم سماوي سقط على الأرض، كرة نارية قدام حضراتكم in one day. يوم السبت سقوط 12 كرة نارية من الفضاء للأرض، كل ده اللي بتكلم عليه حتى الآن في أسبوع واحد. الطقس اللي أصبح فعلا متقلب جدا في الكرة الأرضية وشايفين الأرض إزاي بتلف سكانها من كثرة الخطين. عارفة وبرد ثلجي في حجم كرة الجولف يسقط في ويسكونسين ويجعل 85 ألف شخص بدون كهرباء. هذه المنظر قدام حضراتكم. عاصفة وكرات ثلجية تضرب مناطق تجمعات في بنجلاديش والناس تضطر تهرب لحياتها. ده تلج نازل في بنجلاديش مش نازل في ألاسكا. عاصفة رملية مميتة، بص الحوادث اللي بقت الأرض ازاي تاكل سكانها زي ما وصف الكتاب المقدس. تحول النهار لليل في باكستان، تقتل 7 أشخاص وتجرح 70، ووصلت سرعتها 195 كيلومتر في الساعة، حتى تصفها وكالات الأخبار بما يسمى بالبيبليكال ساند ستورم. ده المنظر بتاعها. انزلاق طني وفيضانات تقتل 156 شخص حتى يوم الخميس، وأعتقد العدد زاد عن كده بكتير في بنجلاديش، وتوقع بتزايد عدد الموتى، وده من وكالة رويترز. بص الأرض بتاكل سكانها ازاي وبتلفظ سكانها زي ما قلنا الكتاب المقدس. على الأقل 61 شخص ماتوا في حرائق غابات في البرتغال، النار اللي بتزيد. CNN توقع بأن بريطانيا هتمر بأحر صيف عبر عليها في التاريخ، أمواج اللي بتدق اهي. موجة حارة توصف بأنها خطيرة ستصيب جنوب غرب أمريكا، ده من أكي ويذر. الزلازل اللي زادت لغاية 2007 و2008 بنفس الساتلايت ووسائل المقياس ومقاييس ريختر في كل مكان في العالم. كنا بنتكلم على 30 زلزال مهم في السنة، بس بينا نتكلم على كام زلزال. السنة اللي قبل اللي فاتت كنا بنتكلم على رقم 5 اللي قوي. السنة اللي فاتت من كترته ابتدينا ما نتكلمش عليه وابتدينا نشير لرقم 6 اللي بقى يحصل كل شوية. السنة دي وصلنا ان رقم 6 خلاص بقى لازم يحصل كل اسبوع. من الثلاث اللي فات 32 زلزال، ده مش في سنة ولا في شهر، ده في يوم، من USGS 32، منهم 6 في فانواتو وكتير 5 فما فوق. يوم الأربعاء اللي فات 38 زلزال في يوم واحد، منهم 6.9 يعني 9 أضعاف 6 يعني 90 ضعف الخمسة في غواتيمالا وكتير 5 فما فوق. يوم الخميس 29 زلزال، منهم 5.9 في نيوزيلاند وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 33 زلزال في يوم، منهم 5.8 في المحيط الهادي وكتير 5 فما فوق. اللي بقوله ده مش لا عقد ولا سنة، ده أسبوع. يوم السبت 32 زلزال في يوم واحد، منهم 6.1 في فيجي. رقم 6 اللي كان نادر
السنة اللي قبل اللي فاتت، اللي بقينا نسمعه شوية مرة كل أسبوع السنة اللي فاتت، دلوقتي بقينا نسمعه أكتر من مرة في الأسبوع السنة دي. مش ده اللي قال الكتاب المقدس إن الزلازل هتزيد؟ هتبقى زلازل عظيمة تزيد في العدد وفي القوة في لوقا 21 في الزمان الأخير. يوم الحد 28 زلزال، منهم 5.8 في تونجا وكتير 5 فما فوق. الزلزال بتاع 6.9 في جواتيمالا سبب انزلاق طمي كبير. علامات على زلازل قوية تظهر خطورة حدوث واحد قوي في 7 سان أندرياس في أمريكا، ده من لوس أنجلوس تايمز. العلماء يتابعوا تيار الزلازل اللي بيحصل في شمال يولستون وخايفين منه أن يسبب انفجار بركان يولستون العملاق. زلزال وتابعه سونامي سببوا فيضان كبير في جرينلاند، حتى الآن قتل 4 وخرب مناطق كتيرة، وده من راشن تايمز. البراكين اللي زادت، اللي برضو كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة قوية بتنفجر، بينا نسمع بص عن كام بركان بينفجر ومستمرين مع بعض. انفجار بركان قوي في روسيا يطلق رماد وصل ارتفاع الرماد 40,000 قدم في السنة، وده من زوجها أو بالضبط 39,360 قدم. ناسا تخشى من تيقظ بركان يولستون العملاق وبتتابعه، ده وكالة ناسا نفسها. خريطة الأنشطة البركانية يوم الحد، ده مش براكين انفجرت في 10 سنين ولا في سنة، دول براكين نشطة في نفس اليوم من فولكينو ديسكفر يوم 18/6 يوم الحد اللي فات 2017. Currently erupting volcanoes، براكين نشطة في نفس الوقت على سطح الكرة الأرضية، وكله بيتكلم ازاي ان البراكين زادت جدا. النار اللي اتكلم عنها سفر اعمال الرسل. موت الكائنات الجماعي اللي قال لنا عنه هيحصل الكتاب المقدس في الزمان الاخير قبل عقاب الانسان وقبل ما ينزع الانسان، قال لنا عنه سفر هوشع 4 وسفر صفانيا. وبص بيحصل ازاي بمنتهى الدقه. يوم 5 يونيو موت مئات من الاسماك في شاطئ في سريلانكا. في نفس اليوم بص كمية السمك الميت قد ايه، كل ده في نفس اليوم، موت كم ضخم من الاسماك في شاطئ في واشنطن. ايضا في نفس اليوم مئات موت الالاف من الاسماك في نهر فترس في امريكا. متخيلين دي كلها حوادث في نفس اليوم؟ كنا نسمع عن حادثة واحدة في السنة او اثنين او ثلاثة او ما فيش خالص موت كائنات جماعي، كلام ده لغاية 2006 و2007. بص بينا نسمع عن كم حالة في الأسبوع، بعضهم أحيانا بتبقى حالات عديدة في نفس اليوم. أنا مش نشرت أخبار وفايا الكائنات، مش ده اللي أنا جاي أقوله، لكن ده اللي قال لنا الكتاب المقدس هيحصل قبل عقاب الإنسان وقبل ما ينزع الإنسان من على الأرض، بالظبط اللي قاله الكتاب المقدس. الناس كانت تفكر الكلام ده رموز أو أساطير أو وهو بيحصل قدام عينينا. يوم 6 يونيو موت 40,000 راكب سمك في نهر في الصين او قرب 20 طن، هذا الخبر قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت كم كبير من صغار السلاحف في البحريه في كانكون في المكسيك. ايضا في نفس اليوم قتل 140,000 من الطيور بسبب انفلونزا الطيور في زيمبابوي. ايضا يوم 7 يونيو موت اكثر من 600 من الأبقار بسبب الجفاف في منطقة في المكسيك. شوفوا كمية موت الكائنات قد إيه. ده الكتاب المقدس اللي قال لنا عنه هيحصل في الزمان الأخير قبل عقاب الإنسان في سفر هوشع 4 وسفر صفانيا، وهو بيحصل قدام حضراتكم، وإحنا للأسف برضه مشغولين وكل واحد مشغول بالحاجات اللي وراه العالمية. كم واحد يا ترى سمع الأخبار دي وقرر إن هو يبدأ حياة روحية قوية مع ربنا؟ نفس اليوم قتل 190,000 من الطيور بسبب انفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية، ده من physics.org. يوم 8 يونيو موت الالاف من الاسماك في نهر في ايطاليا، هذا المنظر كل ده سمك ميت. نفس اليوم موت 40 من الابقار من مرض غريب في باكستان. صيادين سمك يصطادوا اول سمكة تشبه الدرافيل برأسين، وده من التليجراف، بص المنظر.
إنتاج القمح حول العالم في تناقص شديد قد يسبب مجاعة، والمخاوف تزداد جدا بسبب هذا. خليني أقول لحضراتكم ملحوظة صغيرة. الإنسان متخيل أن التطور هو بيقوم بيه، بيعمل إيه؟ بيغير في جينات القمح والذرة جينيتك موديفايد، ينتقي السلالات اللي أكثر إنتاجا، وللأسف هو مش واخد باله انه اللي بيحصل ان هو بيقلل اللي احنا بنسميه الجينيتك بول، المترادفات الجينيه. النبات اللي جينات متنوعه له القدره على المقاومه الظروف البيئيه المختلفه افضل بكتير من السلالات اللي بيحاولوا ينقوها والوحدها وينتخبوها بالانتخاب الصناعي. ده نتيجه اللي بيعمله الانسان لما بيتلاعب في الطبيعه. بالاضافه للتلوث، كمان لما بيحرم النباتات كثيرة من التنوع الجيني بيسبب الكوارث، وهي كده شايفين النهاية ان القمح بقى مش مكفي البشر. الأوبئة اللي زادت جدا زي ما قال لنا برضو انجيل لوقا 31، هنسمع عن أوبئة عظيمة. انتشار الكوليرا في اليمن تصيب 100,000 شخص. عدوى الليجينير او الفيالقه تتجمع فيه منهات وتسبب موت شخص، وده من فوكس 5. 2 بليون شخص في العالم يعانوا من المرض اللي اصبح هو دلوقتي المرض الاساسي، هو مرض السمنه، وواحد من كل 4 يكافح امراض لها علاقه بالسمنه والكوليسترول، سواء السكر او الضغط او غيره. ده من جريده ذا سان البريطانيه. أخبار الحروب أو التهديدات بحروب اللي زادت جدا. كوريا الشمالية تهدد بضرب نيويورك كرد فعل على تويتر لترامب نشره من 5 شهور. افتكروا دلوقتي عايزين يضربوا نيويورك علشان زعلانين من التويتر اللي نشره ترامب من 5 سنين. ده من راشن تايمز. كوريا الشمالية هي خلاص أصبحت على مقربة على خطوات من الوصول إلى صواريخ نووية تقدر فعلا تضرب بها أمريكا لو حبت. البعض يتساءل هل بهذا كوريا الشمالية تدفع لحرب عالمية ثالثة؟ يعني هل ده الهدف؟ أيضا كوريا الشمالية تقوم بتهديد آخر ضد أمريكا وترامب، يرسل سفينة حربية جنوب بحر الصين. روسيا تحرك نظام مضاد للصواريخ في حركة تحذيرية لكوريا الشمالية، فأصبح الكل بيهدد بعض، وزي ما قلت هي بس طلقة غلط ونلاقي العالم أصبح في حرب عالمية ثالثة مدمرة تفني تلت البشرية. روسيا تطور سلاح إلكتروني قادر بالفعل على تعطيل أبراج الكهرباء، للأسف ده لو حصل واستخدم ممكن فعلا يرجع البشرية لعصر ما قبل النهضة. ده من واشنطن بوست. إيران تلقي اللوم على أمريكا أنها السبب في عدم استقرار المنطقة، وأن أمريكا هي اللي خلقت داعش، وده من وكالة رويترز. سفينة إيرانية تعارض بطريقة خطيرة سفينة حربية أمريكية. سفينة حربية إيرانية تضع شعاع ليزر على هليكوبتر أمريكية، فتضطر الطائرة الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية، وده من CNN. مدمرات إيرانية وصينية يقوموا بتدريبات مشتركة في الخليج العربي، ده من جيروزاليم بوست. فإيران والصين مع روسيا أصبحوا شبه كتلة واحدة. إيران أطلقت صواريخ على مجموعات عسكرية في شرق سوريا، وده من وكالة رويترز. إيران تحذر داعش بأنها هتضربها بصواريخ أكتر، وده من راشن تايمز. متخيلين حصل موقف والدنيا شبه مشتعلة الأيام دي، معرفش سمعتوا عنه ولا لأ. أمريكا وقعت طيارة حربية سورية لأول مرة. ادي الخبر قدامكم. فروسيا تم فيها تصويت وقررت روسيا انها تسقط اي جسم يطير فوق سوريا حتى لو كان طائره
امريكيه، ده من الاندبندنت. فامريكا ردت على روسيا وقالت بجمله اننا لن نتردد بالدفاع عن انفسنا، يعني لو حصل الكلام ده وحد قرب من طياره امريكيه هنضرب. وده من فوكس نيوز. داعش تدعو المسلمين لهجمات ارهاب رمضان في امريكا واوروبا. داعش زعلانه ان رمضان قرب يخلص وما سفكوش دم كتير قوي قوي وخلاص خلص في معظم الاماكن. فكانت بتقول من كام يوم الحقوا ده خلاص رمضان قرب يخلص فاقتلوا على قد ما تقدروا. ادي شهر اليمن والبركات. داعش تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطي حدودي في اسرائيل في اورشليم، ده من جيروزاليم بوست. انتشار خبر غير مؤكد ان ابو بكر البغدادي قائد داعش اتقتل في ضربة جوية روسية، ده من واشنطن تايمز، بس كم مرة يقول ان هو اتقتل ولا ايه عاش. تهديدات بقنابل تسبب اغلاق 3 مجامع يهودية يوم السبت في لوس انجلوس. المانيا بسبب الخوف من الارهاب قد تطبق نظام بسمة الاصابع حتى من سن 6 سنوات وهتراقب السائل، وده من راشن تايمز. يعني للاسف الارهاب الاسلامي يزيد فتنتج النتيجه انه بقيه العالم يفقد حريته ويفقد خصوصيته. ويبقى الدول بتراقبك باستمرار رغم ان انت ما عملتش حاجه، ده المسلمين هم اللي بيعملوا. تفجير في حضانه في الصين يقتل 7 ويجرح 59، وده من راشن تايمز. متخيلين؟ ايه الاجرام ده كله؟ على فكرة أقول حاجة، يعني ده مش بس الإرهاب الإسلامي للأسف خلاها كل البشرية تبدأ تفقد الخصوصية بتاعتها وبقت الدول حجة ليها إن هي تراقب الكل تحت حجة مكافحة الإرهاب. ده خلى الناس تتعرى في المطارات. تعرفين بسبب الإرهاب الإسلامي نظام المراقبة في المطارات اللي بقي بشع لدرجة المكنة اللي البعض ممكن يعدي فيها وممكن ينتخبوها عشوائيا، تعدي واحدة ولا واحد فيها بيبقى شبه عريان. ادي بسبب الارهاب الاسلامي اللي وصلوا لدرجه المجاهدين الاسلاميين بيحطوا متفجرات في، اسف في التعبير، مقاعدهم. السويد يتزايد فيها جدا الارهاب الاسلامي بسبب موجه اللاجئين المسلمين اللي فتحت لهم السويد الباب، ده من ياهو نيوز. ايه رايكم؟ السويد سابت الباب للاجئين المسلمين، دخلوا كتير راديكال مسلمز. اكتشاف انتشار الارهابيين في السويد ازاي؟ بيصطادوا العيال الصغيرين الصبيان ويقنعوهم بالاسلام ويخليهم ارهابيين، ويبقى الواد السويد عايز يفجر نفسه عشان اقتنع باله الاسلام وعايز يطلع للحريات الاسلاميه. داعش للاسف، ادي بصوا التفكير الاسلامي الشيطاني، تعين الأطفال كجنود في الفلبين وتوعد أهاليهم إن هي هتعلمهم تعليم إسلامية كويسة. طبعًا بتصطاد الكلام ده من فين؟ من أولياء الأمور الفقراء. إيه رأيكم الأطفال البريئة بهذا المنظر؟ دول اللي بتعينهم داعش عشان يروحوا يقتلوا ويتقتلوا، وداعش طبعًا ما يفرقش معاها أي حاجة القيادات بتاعتها. قاعدين مستخبيين وبيطلعوا الأطفال الأبرياء دول اللي يتقتلوا. مش عارف أقول إيه. ايه الاله ده اللي فعلا يؤذي براءة الاطفال بهذا المنظر ويفرح ان الاطفال تتقتل وتصبح ارهابيين بهذا المنظر؟ ايه الاله ده؟ ما اعتقدش ان ده الاله الخالق، ولا ما كانش حد يعمل كده ابدا في الخليقه بتاعته. امريكا ترسل 4000 قوات اضافيه لافغانستان، وده من ديلي نيوز. اخبار عامه لفعلا العالم اللي متقلب جدا. بحث طبي يوضح ان الاسبرين 81 ملي جرام، هو الاسم الشائع بالنسبه له بيبي اسبرين، بس هو مش بتاع طبعا البيبيهات، هو سبب موت 3000 شخص كل سنه. ده من التليجراف. الناس اللي بياخدوه عشان يحميهم من الموت اتضح ان هو بيموتهم. انا مش عارف اقول ايه. بعد بحث 10 سنوات العلماء يخترعوا اقراص، قعدوا 10 سنين يبحثوا عايزين يعملوا اقراص ايه؟ تخلي الفتيات الاوروبيات اللي لهم شاحب البيض يكتسبوا
البشرة السمراء اللي تسبب الشمس، ده من ياهو نيوز. واو، ادي فعلا بحث 10 سنين كل الموضوع عشان البيل سكين اللي هم بشرتهم فاتحة تغمق شوية. مش عارف اقول ايه. امريكا يتزايد جدا وقد يصبح بيها ضعف حالات الالزهايمر اللي موجودة. لا خلي بالك استاذ تايني، البيبي اسبرين فعلا اخر دراسات طلعت ان هو اشكاليه، بس anyway ارجع للدكتور بتاعك قول سمعت عن المعلومه الفلانيه، لو قال لك كمل علشان انت كان في اي حاجه في التجلط يبقى تكمل طبعا، لا لو قال لك ملهاش لزوم يبقى توقف. فاستاذ تايني ده بيتكلم على الناس اللي بتاخده فقط كبروتكشن بدون لزوم، لكن في ناس اللي بيكونوا فعلا وريهم حصل عندهم انستنس كستروك ولا حاجه زي كده، لا بيكونوا محتاجينه. فهمني اقصد اقول ايه؟ ما تاخدش كلامي وتقول خلاص يبقى هوقف الاسبرين، اسال الطبيب اللي بتتابع عنده. هجوم الكتروني اكتشف انه هاجم محطات كهرباء في اوكرانيا السنه اللي فاتت كاعداد، ده يخلي امريكا تخاف جدا وتبقى تحت التهديد في محطات الكهرباء بتاعتها. غلق معمل الابحاث النووي المسؤول عن اختبار البلوتونيوم في المفاعلات النوويه في امريكا يسبب خطوره للمواقع النوويه الامريكيه. مجلس النواب الامريكي يمرر عقوبات على روسيا بسبب محاوله تدخلها في الانتخابات الامريكيه. انا مش عارف اقول ايه، ده الموضوع ده مثال فعلا للكذبه اللي لما تتقال وتتكرر كتير وتفضل تقولها الميديا تصبح كما لو كانت حقيقة. لا يوجد دليل انه روسيا فعلا هكرت على الانتخابات الامريكية. قالوها الديمقراطيين، فضلت تكررها وسائل الاعلام زي طبعا CNN وغيرها، بدأوا يعلموها للعيال كما لو كانت حقيقة، وبدأوا دلوقتي عايزين يطبقوا عقوبات على روسيا عشان هكرت، رغم ان لا يوجد دليل على هذا الامر. الحاجة الغريبة انه في موضوع FBI ورئيس FBI كوني ملقوش حاجة غير انه عايزين يتهموا ترامب انه كان بيحاول يعطل العدل. هم لو كان اصلا في تهمة اساسية مش كانوا اتهموا ترامب بيها؟ مش عارف اقول ايه. امريكا فعلا هتسقط لانه اصبح شعب منقسم على ذاته. اسرائيل توافق على خطة بناء اكبر مستوطنة في الضفة الغربية من 25 سنة، ده من راشن تايمز. طبعا ده للاسف ممكن يشعل المنطقة. النرويج تمنع النقاب الاسلامي في كل المدارس. كويس، ياهو نيوز. المانيا تفتح اول جامع ليبرالي. الجامع ده ليبرالي متحرر، الستات والرجاله يروحوا يصلوا مع بعض زي ايام الرسول، وكمان يقدر يروحوا معاهم الشواذ يصلوا، وسنه وشيعه كلهم يصلوا مع بعض. فألمانيا عايزة تجمع كل المسلمين، رجالة وستات وشواذ وسنة وشيعة كله مع بعض. تاني ما تقدرش تاخد بلوفكس واسبرين 81 ملي جرام مع بعض، باي ذا واي. لا حقيقي محتاج تتكلم مع الدكتور بتاعك لو انت بتاخد الاثنين مع بعض. بلوفكس واسبرين 81 ملي جرام ده anyway اتكلم مع الدكتور. You really need to talk to him. المسلمين يجتمعوا للصلاة في رمضان في مكان تمثال السيدة العذراء يثير الغضب في الثانية، ده من راشن تايمز. انت مش ملاحظين ان المسلمين دايما بيستهدفوا الاماكن المسيحية؟ يا اما يبنوا جامع جنب كنيسة، يا اما يصلوا في مكان فيه تمثال للمسيح او 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 او, أو السيدة العذراء. اكتشاف مقبرة جماعية، الفارماكوبيا اللي ماشيين بيها يعني ما بتقولش الكلام ده لكن ممكن يكون صح. استاذ او استاذه مرمور يبقى عند حضراتكم حق، عشان كده بقول يتكلم مع الدكتور ما ياخدش على كلامي. anyway اكتشاف مقبره جماعيه كبيره لابناء العبيد في مصر اللي كانوا موجودين في زمن منتصف القرن ال 15 قبل الميلاد تثبت صحه ما قاله الكتاب المقدس. ايه رايكم؟
لقوا مقابر جماعية لأبناء العبيد اللي كانوا موجودين في مصر زي ما اتكلم عنهم سفر الخروج 1:22. واقع علم الآثار اللي شبه كل يوم دلوقتي بتطلع أدلة تؤكد أن الكتاب المقدس كل كلمة قالها هي تاريخيا صحيحة ودقيقة تماما. أخبار اقتصادية. أحد مشاهير عالم الاقتصاد يحذر أن أسوأ كارثة أسهم في حياتنا قد تحدث في نهاية السنة دي أو بداية السنة دي بسبب أعمال العنف والمجاعة في فنزويلا. الشعب بيطالب بابا فرانسيس أن يتدخل لأجل الأطفال. البعض يتساءل هل سنة 2017 هتكون أسوأ سنة اقتصادية على المحلات الأمريكية؟ لغاية دلوقتي 3 من الشركات التجارية الكبيرة أشهرت إفلاسها اللي هي عبيدة الفروع. شركة أمازون هتشتري شركة هول فودز بقيمة 13.7 بليون دولار ويسبب ارتفاع في أسهم الشركة، وده من CNBC. ولاية إلينوي في كارثة اقتصادية كبيرة وقد تشهر إفلاسها، وده من AP. قانون جديد يعطي القوة للفيدرال يعني الحكومة أن يسيطر على كل أملاك شخص في حالة الاشتباه. لو اشتبهوا في شخص ممكن يتحرزوا على كل أملاكه ويسيطروا عليها لغاية ما يتأكدوا، ولو طلع بريء معلش احنا أسفين لو احنا بوزنا لك البيزنس بتاعك بالكامل. مش عارف أقول إيه على الحكومات اللي بدأت تاخد قوة على الأفراد الشعب في ما تسمى بحكومات ديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، ولكن أنا مش شايف أي ديمقراطية أصبحت فيها. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، لكن خبر كويس في البداية للي بيزعل من كل يبقى أخبار سيئة. عشرات الآلاف مسيحيين يجتمعون في أريزونا لتمجيد اسم المسيح، منهم 2900 قبلوا الإيمان بالمسيح وأصبحوا عابرين. ملايين المسيحيين يستعدوا ليوم 25 يونيو اللي السنة ده هيبقى السنة الثانية اللي يخصص كيوم صلاة وترانيم. فمسيحيين العالم بيستعدوا لليوم ده، ويريد برضه في اليوم ده مش حاجة وحشة ان انت برضه تخصص جزء تصلي قدام ربنا وتقول ترانيم. النهضة الروحية في سوريا تزداد جدا ويتزايد وبيشد عدد العابرين في سوريا على فكرة، رغم الاضطهاد الإسلامي البشع اللي بيحصل في سوريا. وأصبحت الكنائس في سوريا مليانة ومكتظة بسبب العابرين اللي جم من الإسلام للمسيحية. عمرها ما خيبة، دايما الاضطهاد بيكون على طول كم من العابرين بيجي بكم ضخم. فعلا كل نقطة دم من شهيد بيكون بذور بيطلع وراها عابرين يجوا للرب يسوع المسيح. ألوف ألوف، ربوات ربوات زي ما قال الكتاب المقدس. لكن للأسف لا زال الاضطهاد مستمر، ولا زال كل ساعة أو ساعتين بيتقتل واحد مسيحي في العالم فقط لأنه مسيحي. قتل مدرس مسيحي في كينيا على يد مجاهدين عصابة الشباب الإسلامية اللي زيهم زي رسولهم وبيخطفوا آخر. أفراد في حكومة العراق يطلبوا المسيحيين زي الرسول إما أن يتحولوا للإسلام أو يدفعوا الجزية أو القتل. إيه رأيكم؟ المرة دي ده حكومة العراق. مش عارف أقول إيه. كنيسة في لونج آيلاند في أمريكا يتم تلويث الحوائط بتاعتها بكلمات شيطان وصلبان مقلوبة وتعويذ. ليه كده؟ الشيطان بقي مش مستحمل على الإطلاق وجود الكنائس، عايز بأي شكل يلوثها ويقفلها. المدارس المسيحية في كندا للأسف أيضا قد يمنع فيها أعداد كثيرة من الإنجيل بسبب قانون حقوق الإنسان. للأسف شعاراته بتبقى مليانة شر، شعارات براقة، ولكن لما تشوف المضمون تشوف الشيطان اللي فيه. إيه حقوق قانون الإنسان الجديد؟ هو حقوق الشواذ المديش الشاذ اللي أنت تقوله عدد من الكتاب المقدس. والشاذ ليه يتضايق لما يتقال له عدد من الكتاب المقدس؟ طب ماذا عن حريتي ان انا عايز اقول عدد من الكتاب المقدس؟ ويسموه محاربه الكراهيه. طب وماذا عن كراهيه الشواذ للكتاب المقدس؟ ليه ده ما بيتحاربش؟
ليه محاربة الكراهية من طرف واحد؟ الكتاب المقدس اتهم بالكراهية، ويبقى عشان نحارب الكراهية نمنع الكتاب المقدس. لكن الشاذ بيكره الكتاب المقدس وبيتكلم عليه وبيوصفه بأشنع الألفاظ، لا دي مش كراهية، دي حرية تعبير. ليه؟ ليه الكيل بمكيالين؟ للأسف كارولاينا الشمالية تقبل اتفاق باحترام شهر رمضان، يا سلام. ملحدين يطالبوا المدينة بإزالة علامة قديمة بيها الكنيسة بترحب أي حد جاي للمدينة. إزاي وإزاي الكنيسة أو الكنائس ترحب بالجايين للمدينة؟ يبقى لازم تتشال لأن فيها كلمة الكنيسة. نشطاء ملحدين يعترضوا على إدارة شرطة ألاباما لأنهم يخلطون بين الله والحكومة. على فكرة المسيحية معرضة لحرب بشعة في الغرب من الملحدين ومن الشواذ. عايزين يشيلوا المسيحية من جذورها في أي مكان، مش عايزين يشوفوا يافطة، مش عايزين يشوفوا كنيسة، مش عايزين يشوفوا كتاب مقدس، مش عايزين يشوفوا آية من الكتاب المقدس، مش عايزين يشوفوا صليب. ليه الكره الشديد من الملحدين والمسلمين والهندوس والشواذ والشيوعيين للمسيحية والكتاب المقدس بهذا المنظر؟ ده حتى في البلتوك مش ملاحظين ان الغرف الإلحادية ما بتحبش تفتح غير في الموقع في المكان المسيحي بس، مكان الغرف المسيحية بس. مش حاجة غريبة؟ ملاحظتوش ان اغلب كلامهم على اله الكتاب المقدس؟ الشيطان برضو مهما حتى لو رموا كلمتين شتيمة في الاسلام ولا الكلام ده كله، لكن الشيطان عارف ان هدفه الاساسي يضرب في المسيحية. ما علينا. طالبة ترفع قضية على مقاطعة المدارس في بنسلفانيا لأنهم أجبروها تغير كلمة تخرج عشان تشيل كلمة ربنا منها. إيه رأيكم؟ أصبح طالبة لو حتى بس عايزة تشكر ربنا اللي ساعدها في كلمة بتاعت حفل التخرج، لا ممنوع. لو قالت ألفاظ قذرة زي الإف وورد والإس وورد ما فيش مشكلة، حرية. لكن تقول كلمة جاد بتبقى كارثة، لا مفيش حرية. إيه رأيكم؟ وصل الأمر في باكستان أن يطلب على مسيحي بادعاء التجديف لأنه طلب مرتب من مسلم. طبعا إزاي كافر يطلب مرتب من مسلم؟ ده من أروس شبق. لانحدار الأخلاق اللي زاد جدا، وأنا آسف على الأخبار الوحشة. وسائل الإعلام تتساءل ما هو السبب في تزايد عبادة الشيطان؟ عشان الناس سابت ربنا واتجهت للشذوذ فوقعت في فك الشيطان. نيويورك تايمز تنصح الأهالي إزاي تنشأ ولد مخنث. ده فرحتكم فاكر. أدي نيويورك تايمز لما تحب تقدم نصيحة. إزاي الأب والأم يطلعوا ابنه مخنث؟ ليلي هاو تو ريز أ فيمينست سن؟ سيريسلي؟ ده النصايح اللي بتقدمها لنا نيويورك تايمز. المحافظين يقولوا عار على ترامب، ودي فعلا نقطة نيجاتيف. ترامب ليه حاجات بوزيتيف كتيرة قوي، لكن أكتر بقعة سوداء للأسف إنه مستمر في خطة أوباما حتى الآن في موضوع الشواذ والاحتفال بالشواذ. ده من واشنطن تايمز. أنا عارف إن في ناس هتقول ما هو ما يقدرش يواجه الكل ولا يحارب في كل الجهات. لا، بس الخطية ما اسمهاش حاجة اسمها مداهنة. صورة مدرس شاذ في البيت الأبيض مع ترامب وميلينا ترامب يثير خلافات كتيرة ويضايق كتير من المحافظين. ده من واشنطن بوست. هذه الصورة اللي أخذها هذا المدرس الشاذ في المكتب بتاع ترامب. كندا تجرم استخدام نطق جنس مخالف. لو واحد بيدعي أنه هو واحدة وعايز يتحول جنسيا، لو انت قلت له حضرتك تبقى كارثه، انت اهنته. كان المفروض تقول له حضرتك، فانت حضرتك، فانت تتحبس، فانت تتعاقب، فانت تدفع غرامه على الكراهيه. سيريسلي؟ هو اللي بيدعي شيء مخالف للطبيعه ولا اللي اتعاقب ان ندهته بحقيقته؟ ايضا اداره التعليم الامريكيه تقول يجب ان يعرف الطلاب، يعرف الطالب او الطلاب المتحولين جنسيا بما يقبله من جنس، والا العقاب المخالف. يعني لو طالب في المدرسه عايز يتنادى ان هو طالبه، لو قالوا له
انت مش انت او قالوا عليه هي مش شي تبقى كارثة. ازاي؟ فرانكلين جراهام يحذر ان قانون اونتاريو اللي للاسف يسمح للحكومه اللي بقت الحكومه فعلا باطشه تنزع الاطفال من والديهم لو الوالدين لا يقبلوا الشذوذ. لو الوالدين ليهم اراء ضد الشذوذ يلا خد الاولاد من الاسره. ايه رايكم؟ يعني لو الاب والام مسيحيين وحصل في موقف وقال لا الكتاب المقدس علمنا ان الشذوذ خطيه الحكومة ليها الحق ان هي تاخد ولادهم منهم غصب عنهم. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ يعني. الغريب جدا ان جيل الالفية التالتة مواليد الالفين ما عندهمش اي مشاكل في القوانين بتاعة اونتاريو ان الحكومة تاخد الاطفال من الاسر التي لا تقبل الشواذ. ايه رأيكم؟ فعلا ضيعوا الجيل الجديد، الجيل ضايع. الشباب حاليا اللي دول هيمسكوا القيادات والكلام ده فيري سون، ده لو ربنا ما جاش قبل كده يا رب، امين تعالى ايها الرب يسوع، جيل اصبح ضايع. وضع قوانين لمعامله الشواذ في الجيش الامريكي وازاي ان انت تحترم الشاذ في الجيش الامريكي، ده من فوكس نيوز. مدير مدرسه ابتدائي يرسل خطاب لوالدين يقول لهم ان ابنتهم في خطوات تحولها لولد، الف مبروك. والاب والام يا رب قاعدين في البيت مش عارفين حاجه، ليه؟ لان المدرسه شجعتهم وساعدتها علشان تتحول لولد. واولياء الامور اسف التعبير الدارج اللي اتقال يتحرقوا. ايه رايكم؟ ممكن المدرسه تخلي ابنك او بنتك يبقى شاذ او متحول جنسي بدون ما تعرف. ويقولوا لك في الاخر الف مبروك. ابنك بقي بيت، الف الف مبروك. مش عارف اقول ايه. ادي المدارس والشر اللي بقي فيها. ادي التعليم. عالم الشواذ يقرروا يحطوا عليه الوان اضافيه عشان يعلموا ان هم بيقبلوا اي شخص بالوان اخرى، فيحطوا عليه اللون البني والاسود، ده من سي ان ان. فبدل الست الوان الشهيره في عالم الشواذ يحطوا كمان لونين تانيين في بعض الاماكن. للاسف الملابس النسائيه بدات تصبح الموضه الجديده للرجال، طبعا على عكس وسائل الكتاب المقدس، واسف في اللي بتصوروا بهذا المنظر يخرب بيتكم. احتفاليه شواذ ضخمه سنويه يتجمع فيها عشرات الالاف من الشواذ في تل ابيب، للاسف شيء في منتهى القذاره اللي بيحصل حاليا في تل ابيب في اسرائيل. كل ده الباريد بتاع الشواذ والال جي بي تي كيو برايد. بل الحاجه اللي تحزن اكتر السنه دي اكتر من اي سنه انه كميه الاباحيه اللي كانت في الشوارع ضخمه و وصلوا لغاية أورشليم. أورشليم اللي اتوضع اسم ربنا عليها، علامة الشين العبري اللي ترمز لاسم ربنا، وده ربنا حاجة ما يبقالهاش ان يتلوث مكان هو حط اسمه عليه. ده تايم اوف إسرائيل. مش عارف اقول ايه، حاجة حقيقي توجع على القلب. بص المنظر، كل دول شواذ فرحانين في الشوارع بعيد الشواذ في إسرائيل. أوريجن تصبح أول ولاية تضيف خانة ثالثة للجنس في رخصة السواقة، ده من وكالة رويترز. ها لما تيجي تاخد السواقة حضرتك ولا حضرتك ولا حاجة ثالثة؟ مش عارف أقول إيه. المحكمة تحكم إن السيدة لم تعاني ضغط عصبي من دخول الرجال الشواذ إلى حمامات الستات في الجيم. جيم عملوا الحمامات بتاعته، سمحوا للرجال الشواذ يدخلوا على اللوكرز بتاعت الستات اللي بياخدوا شاورز وواتيفر في اللوكرز بتاعتهم. فست رفعت قضيه قالت ده فعلا ده يجيب ضغط عصبي وايموشنال ستريس ان الواحده تدخل تاخد حمام في الجيم تلاقي رجاله داخلين بحجه ان هم شواذ. قالوا لها لا 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 ده ما يسببش لا ضغط عصبي ولا حاجه، انت مالكيش الحجه ان انت تعترضي. ايه رايكم؟
850 شاذ يجتمعوا للتظاهر أمام مؤتمر مسيحي في سان دييغو عن المعاناة مع موضوع الشذوذ والتحول الجنسي. المسيحيين عاملين مؤتمر بيتكلموا المعاناة اللي بيعانوها بسبب موضوع الشذوذ والتحول الجنسي، وإن الشواذ يطلعوا يتظاهروا قدامهم. على فكرة المسيحيين ما بيطلعوش يتظاهروا أمام مؤتمرات الشواذ اللي في كل مكان. ليه الشواذ بيطلعوا يتظاهروا أمام مؤتمرات المسيحيين ما بينهم وبين بعض؟ ليه؟ المسيحيين برضه ما بيطلعوش يتظاهروا أمام مؤتمرات الشواذ الملحدين، ليه الملحدين بيطلعوا يتظاهروا أمام المؤتمرات المسيحية؟ المسيحيين ما بيطلعوش يتظاهروا أمام ولا يتجمعوا أمام الاجتماعات الإسلامية، ليه المسلمين دايما هم اللي يعملوا العكس؟ ليه الكل بيجتمع على الرب وعلى مسيحه زي ما قال الكتاب المقدس؟ ولكن الرب يضحك بهم. الصين تأمل أن تكون ثاني دولة في الشرق الأقصى تقبل زواج الشواذ. ده من ميل أونلاين. للأسف سنة 2017 قد تصبح سنة ترشح الشواذ للانتخابات والأماكن الرئاسية في أماكن كتيرة. ده من NBC نيوز، مش عارف أقول إيه. شفت الشيطان بيساعدهم زي ما قال أعطيك ممالك العالم، زي ما حب فعلا يدي لرسول الإسلام بعض من ممالك العالم. دايما الشيطان بيحاول يدي ممالك العالم لأتباعه. ليو الهندي الأصل هيصبح أول رئيس وزراء شاذ لأيرلندا. ده من US Today. ألف مبروك لأيرلندا، مش عارف أقول إيه. صربيا تعلن عن اختيار أول رئيس وزراء شاذ. ده من التليجراف. ده أو دي أو مش عارف whatever. كولومبيا رسميا تقبل زواج الشواذ، ومش بس كده، مش بس بتقبل زواج الشواذ، دي كولومبيا تقبل زواج ثلاث رجالة شواذ مع بعض. ثلاث رجالة شواذ يتجوزوا بعض الثلاثة، يعني بوليجامي من الجيز. انا مش عارف اقول ايه. ده من واشنطن تايمز. على فكرة الخطية عمرها ما بتقف، مفيش حاجة اسمها هي حرام ده شاذ نساعدهم ولا نديهم حقوق. العمر الخطية ما هتقف، خطية هتتمادى، ولو خدوا كل حقوقهم في كل مكان الدور اللي بعده على الجنس مع الأطفال اللي بدأ بالفعل بروفيليا، ولو بعد كده هيبتدي حاجات أشهر وحقوق للشذوذ مع الحيوانات وي وي وي، عمر الخطية ما هتقف. أيضا محاكم أمريكية أكتر تقبل أن يكون للطفل ثلاث أولياء أمور. مش عارف أقول إيه، وفرحانين بده. الأوساط الإعلامية الشاذة ترقي طفلة شاذة عمرها 8 سنوات تشجيعا ليها. دول دايما بيستهدفوا الأطفال. دايما ده الشيطان على فكرة. عشان كده بطلب وصلي. ليس هدفي من الخدمة دي ان انا اجي اقول لحضراتكم شوية اخبار من اللي بيحصل، لكن هدفي منها ان انا اقول لحضراتكم خلي بالكم من الظلام اللي بيسود في العالم، بصوا منظره بيه ازاي. هدفي من الخدمة دي اليقظة الروحية، حياة الاستعداد. احنا بس اللي فاضلين نور للعالم، محتاجين حقيقي نبقى نور للعالم، ومحتاجين عشان الظلام بيزيد نجمع زيت زيادة عشان نكمل ونبقى نور للعالم زي الخمس عذارى الحاكمات. محتاجين نستعد لاستقبال العريس بالصلاة الصوم. كل سنة وحضراتكم طيبين، بخدمة أبناء الله، بتنقية القلب، الاستعداد بلباس العرس زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الأغلبينية 13. حارب الخطية، حارب الشهوة، لا تصنعوا تدبير للجسد لأجل الشهوات، بل البس الرب يسوع المسيح. خلي بالك لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن، لو ساب الظلام قوي مش هتقدر ساعتها تلاقي زيت، هتبقى زي الخمس عذارى الجاهلات. ما تخافش، ربنا قال لنا الكلام ده عشان ما تخافش زي خوف العالم. اما خوفهم فلا تخافوا. الحاجه الثانيه، صدق كل كلمه في الكتاب المقدس. عشان كده ربنا اداك حاجات بتحصل قدام عينك تصدق ان قد ايه الكتاب ده دقيق في زمن بيشككونا، مش بس في كل كلمه في الكتاب المقدس بل في وجود ربنا صاحب الكتاب المقدس نفسه. والحاجه الثالثه، ربنا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل نبتدي ننتبه، نبتدي نرفع راسنا في العالم اللي بيحاول بأي شكل يسرق وقتك. وزنة الوقت الهامة جدا ويشغلك ويخلي راسك دايما متجه لأسفل العالميات، ما ترفعش راسك لأعلى للسماويات وموطنك الحقيقي ملكوت السماويات. خلي بالكم نجاتكم تقترب، عريسنا قرب، اصنعوا
ثمار تليق بالتوبة، واستعد لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والمجد لله دائما. أشكر حضرتك.